ادخل. صباح الخير يا باشا. مالك يا ابني اديك بتراش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حوجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي مفاجاه. يعني ايه مفاجاه يا ابني؟ احنا في مدرسه؟ بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسيش ترشوهم. سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. روح عند اهلهم. ماشي؟ حالي. بس اخرهم 10 دقايق قبل ما اكل لقمه. تحت امرك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير، انا عشت مع انا في اسكندريه، كانت تبيع بقلافة على الإمة، وكانت عايشة مع جده الخواجة كرياكوس. ده اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا إيه حكايتك؟ أنا ما حدش يتوقعني. دي بقى أنسة بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. أهلا أهلا. ده بقى مسيو أليخاندرو كوليسلو المصور الأسباني وبيتكلم أسباني مكسر. فيفا اسبانيا alzad los brazos hijos del español que vuelve a resurgir gloria a la patria que supo surgir sobre la sol del mar el caminar del sol وجيتك من اخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. انا ما حدش يتوقعني. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه؟ كنا ذبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش فاجز بوس باري يا بودو كفاريتنا روبوتي زي هاف فاكيشن. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ستي كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مامور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا نيامانتي نويفو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاسكس بوري يا خاتشو باسماتريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا فيسكي. عينيا حاضر فندم عينيا. يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شراوي. عينيا عينيا. اجورتسيلي بامدوري. وزود الطحينه والباذنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو انا تلميذات. عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. ايه اوكي. اتفضلوا يا اساتذه. خليك مامور انت مامور. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل كده اهو كده اهو. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير،
أنا عشت مع أنا في اسكندرية، كانت تبيع بقلافة على الإمة، وكانت عايشة مع جده الخواجة كرياكوس. أنت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا إيه حكايتك؟ أنا ما حدش يتوقعني. دي بقى أنسة بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. أهلا أهلا. ده بقى مسيو أليخاندرو كوليسلو المصور الأسباني وبيتكلم أسباني مكسر. Viva España, alzad los brazos, hijos del Evo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo surgir sobre el azul del mar, el caminar del sol. وجيتك من آخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. أنا ما هادش توكان. وحضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك أنا المترجمة. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، نورت والله. بس أنا واخد على خاطر من حضراتكم شوية يعني. كنت أقول إن أنتوا جايين ولا حاجة، كنا دبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا، يقعدوا معاكوا كده يعني. إيش رجز بوس باري؟ يا بودو غفرتنا ربوتي. They have vacation. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مامور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذني بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا نيامانتي نويبو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكايز كيس بوري. يا خد شو بسمتريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جولة في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا ويسكي. هنيا حاضر فندم هنيا. يا خد شو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. عينيا عينيا. اجورتسي بامدوري. وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو انا تلميذات. عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندي. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. ايه اوكي. اتفضلوا يا ستي. خليك مامور انت. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. دي الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا. اتفضل يا فندم اتفضل. دول يا فندم الاوضتين، اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في الاسم تحت السلم. لا يا فندم، طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس، عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز. لا بوليسية هنا. أمورس بيروز. هنعمل ايه في المصيبة دي؟ بيقول لك اوضتين، فين الأوضة اللي فيها الفلوس فيهم؟ ده كله سبب الزفت. عم بندق ما بيقولش الحاجة على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقدة في المزمار. منشار. حلو المزمار مش مشكلة. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والأوضتين أهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجة يا فندم؟ لا لا، هم بس مستغربين يعني ان انتوا فاصلين الرجاله عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحب حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكاسكس بيس كورس باري. We go finish mission first. هنخش الميشن فيرست، يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت امرك يا فندم. يا عمران. يا فندم. افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا يا فندم. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانة ولا في العيد؟ ايه رأي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الأمم المتحدة إن المساجين بتوعنا عايشين عيشة زي الفل. مأمورات دي اشتغالات.
فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهادة لله يا فندم، الكذب خيبة. اللي انت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهاردة هم شوية البالونات عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنة وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كأنه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا حسين ده يا فندم، وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينة. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جاية هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينة عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتين قلتن باخسن بس ما تريتس كتن. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانة خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتأكد ان العدد مناسب للزنزانة. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزة بقى كمان في السجن عندنا يا فندم، احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. Listen to me. Listen to me. Stand up. بعد اذنك يا رجالة هنطلع بره شوية عشان المقاسات بس. استنى استنى استنى، يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العداله. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. We have to leave. يا سعاده البيت، دول عصابه النجوم. عصابه نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحده. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم متحده تبني لي ايه يا سعاده البيت؟ دول عصابه النجوم وانا حاسبه ساعتك اهو. اتفضل يا سعادتك بيه. واهو بتعمل ايه متخلف دي؟ دقني بجد. الواد ده اسمه هاني يا سعادتك بيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه، وده فعلا اسمه هاني، حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه، هاني في الزنزانه، ده في ايده جراب جواه وبقاب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقف بقى لحضره المامور يا جماعه. بس يلا بس يلا نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا بيدي يلا. أمم متحدة؟ حد قال لحضراتكم إن أنا خريج شرطة تعليم مفتوح؟ ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. أنا أعمل معاك واجب بقى. أصورك وش وجنب. ملك وكتابة. أيوه لطيف، ملك وكتابة. ودي لزمايلك إصابة النجوم. ان شاء الله يتحكم عليهم بمئة سنه سينما. ايوه احزاي يا اختي. امان اي فندم العيال دي. حاضر يا فندم. فندم انت مالك؟ اهو يا اخويا اتفضلوا. خش يا حبيبي. اتفضل. رايح فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع انت عمران. ليه؟ ادخل انت عمران. خد جوه. قال لك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتولي المأمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم، خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطة؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لا مؤاخذة محدش حس بينا. اخرسي اخرسي. حضرة الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضية؟ اولا شروع في قتل الفنانة هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقة الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكو 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش، قول ان شاء الله. يا حضره الضابط انا عايزه اعترف على نفسي، انا السبب في كل ده، انا اللي رجرجتهم ورايا. جرجرتهم whatever، ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. بس يا سيف انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط هاني واطي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده
واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري. سوري اهو. وات ايفر، هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا مين مغربي، تعال خده. استنى استنى، طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه اللي تفيد؟ ممكن. يلا يلا، بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا، تاج وكل اللي انت عايزه. عيني. يلا خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جريمه جميله حلوه، الولاد هيفرحوا بيها جدا. قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ امال احنا وسيم البسين كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف، هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت، كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو، اتلقى هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت، ما عملتش حاجه، انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم. يلا حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلقى هنا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تستدى انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طالع اللي في جيبك. يلا امني، طالع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل. محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه. اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده؟ يا اختي جميله عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت هو اتلقى هنا. شوف بقيت معلم. السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي. يلا يلا. انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا، شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ تونسوني. ماشي. مسيرة ترو وتحلى. لا. وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي. لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره. أنا هنا تقيل وتقيل قوي. هذا ضاحي. ايوه يا معلم. حسين ايه؟ ونفس الجزمة عاد. والله ما لحقت يا معلم، الفردة الواحدة قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني ألمع لك الفردة التانية. خلص نفسك عاد. حاضر يا معلم حسين. أنا أسمع عن جزمة 40، جزمة 45، لكن 145 والله ما شفت. وأجي أمسك الفردة الأولانية ألاقي فيها واحدة ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانية مأجرها للطلبة المغتربين. ده انت طلعت مسخة بقى وبتمسح الجزم. اخلص انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا مبقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. امال اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا، رب عيالك رب عيالك. تتحداني يا ضاحي؟ ها؟ تتحداني؟ اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من سيجارتين. تقولي اي حاجه يا شيرين؟ هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه.
لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي، فك كده لسه قدامنا 120 سنة سجن. لا يا شريهان لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقة في السجن ده، انا عايزة بس اقعد. بس ما تلمي رجلك يا بيه، احنا مش قلنا مكانكم البلاطين دول؟ ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسالكوا التاييه ده بقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو؟ احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم بقول لك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا بنت انت وهي وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا شوية. صباح خالتي الحلوة، هي الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود أسود. دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة، ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول، لا يبدأ أنت الأول، لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجالة، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة، كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. أيوة ابدأ. أبدأ. ابدأ أمسيف حاج سعيد. انت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي، انت واحدة بالليمون. انت سيف. ماشي أبدأ. ابدأ. أبيكا عامية، 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 أبيكا عامية. أبيكا عامية، عامية، عامية. أبيكا
رأيتك انا الجو حر في الحجز وانا قلت تبري عن نفسك شويه. حطي عندك وقف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه؟ بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه؟ ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش، وخدوها على الخنكه. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح، انا عايزه اقولك حاجه للمره 9 مليون. انت بجد جامده، بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين. قاعدين؟ لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءه. براءه من انهي قضيه يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي، الفلوس تقريبا موجوده هنا. هنا فين؟ مكتوب في القصه اللي في المجله ان الفلوس موجوده في الاوضه السحريه اللي تحت السلم، يعني يا اما الاوضه دي يا اما الحجز بتاع الرجاله. هنا فين؟ انتوا مجانين؟ ايوه يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيله جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده اشري هنا المجله يمكن نفهم حاجه. يا نيلي اطلع المجله ليه؟ ما معروف اللي فيها. ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الاوضه السحريه. بس ايه علاقه دونجل بالاوضه السحريه بالشطرنج؟ معرفش، وانا قاعده معاكي زي الهبله اهو. شيري هنا. ايه؟ بصي على الارض كده. مالها بقى الارض يا نيلي؟ هتقعدي تقولي لي معفنه ومطربه، مش وقت تناكه خالص. لا الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجه؟ عادي، بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبية، البلاط الابيض والاسود الشطرنج. ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده، كل واحده واقفه في مكانها. طب ان اللي ما بدل الخوته دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا، لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصة في الآخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش اسمه كرش ملك whatever، لما عمله كده قال له على مربع الملك، هذا المربع أو كعكة في الخطيئة وجعلني أفوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبة لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن، جايز برضو. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طبيعه، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس استاذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني، لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكت. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. الله، بنقول العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. لا 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 لا، حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. انا؟ ايوه حضرتك. حضرتك في فريق ايه؟ الابيض. ودورك ايه؟ انا العسكري الابيض. واللي وراكي دي ايه؟ حصان ابيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطتين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبيه. حاضر. اف حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجه، العسكري الاسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا اله الا الله يا جماعه، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الاسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلصي يا اختي، انت وهي مستحملاكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل، اسفه. وانت يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه، الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هما ايه ده يا جنان ده. اشرحي لهم انت. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. سان بوكسا. سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا يا فاميلي،
استني يا ولية، انت بتعملي ايه؟ ما انت قلتي لي اقتليها. لا اقتليها ايه، ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجه بسرعه، اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابيه البيضاء ياخد خطوتين. اوعي تقتليها. يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحه حته. لا خلاص يا صباح، اللعبه خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انتي، انتي الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسقف لصباح يا جماعه. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ اقعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شيري هنا، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطة دي تحتيها حاجة. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجة عشان نكسرها بيها. خالتي! اه معاكي حاجة اكسر بيها البلاطة دي؟ يا أمو سماح. أموري يا حبيبتي. معاكي حاجة يا أختي نكسر بيها؟ هشوف لك. أنت ورد إيه بقى؟ أهو لقيت لك شاكوش أهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. انت طلباتك كتيره بقى، ابصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. اه يا كي يس. استني في كيس اهو. لقيتي في حاجه؟ في حاجه. راح راح راح. شو انت ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد، اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي خلاص يا شيرين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا اكيد يا خيلي. لا لا اكيد يا خيلي. لا ثانك جاد ان في ميه. هاي شيرين، حليتي الكلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قعدنا. انتي نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي، عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن، هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضاربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا أمو سماح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق.
عين. خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولعها تاني كمان. يلا خالتي مسامح والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل اشوف لك. يا رب يخليك. دي ما بحبهاش. خد هذا الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي حبيبتي شكرا. ام سامح يا اختي ما تشوفي كده جاتلي جوابات. لا يا اختي ما فيش جوابات. بص هتيجي بعد ساعه. عايزين حاجة يا بنات؟ خالتي شوفي عند أم سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا أم سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحة ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا أم سامح. مش معقول أم سامح أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عيني يا حبيبتي خد استني. اشربي يا أختي بقول أنا بالشيفة. طب أنا عايزة بفوم. هاتي يا أختي شوفي آخرتها. خد يا حبيبتي. شيرين انا جات لي فكره فظيعه. خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانيه عشان انا عايزه ادور في الكشك بنفسي على حاجه. عينيا يا اختي. يلا على اذنك يا اختي. تعالي كل حته. مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى. مية وعشرين سنة. مية وستين سنة. ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة. شيل منهم الخمس أيام اللي احنا عندهم يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة بس. أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة. إحنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا وإحنا داخلين. بسيطة. هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أكل. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو فيه إنذار، مين اللي قال لك إن هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي. في حد بيتكلم هنا؟ احنا حسين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعة. ومش محتاج يضرب، كفاية الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكرة نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوة. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقود. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب مية ونحط المواس في بقنا ونشرب مية ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى. من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربية الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ارجع ايه؟ ارجع للمواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله هو مش معاه فاتوره. معلش ما عدى اسبوع. اه لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي؟ يا سيدي ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتدبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا.
بس بس يا ضحي بس 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 يا ضحي يا نازله بقى تقعد بس يا ضحي بس بس ما تقرفنيش خيالي شغال واد لو انا كلونيا بعديها على طول عشان اللي انت عايش سيف صادق ادي حق اهو افندم هاني شاكر محمد فؤاد انت اوبر تسمع لا ما مش محرم فؤاد انت بتقول لي محرم ضحي محمد منير وري اتفضلوا معايا البيل مامور عايزكم لا احنا زعلانين منه خليه هو اللي يجي اتفضلوا معايا البيل مامور عايزكم اتفضل حاضر في ايه حظ منه هو جاي وفي عين الشر يلا تهو اهو 120 سنة خلاص بقى 120 سنة نيلي عم بالراحة نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف انا اسف جدا اصله شكل هاني بالظبط فكرت بقول لك ايه؟ نعم انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع السجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور لا لسه يا حبيبي في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقل دور في داهيه حسبي الله ونعم الوكيل ابو الدهب بيه ابو الدهب بيه ربنا يكرمك ابو الدهب بيه قلت لك مش هسيبك قلت لك مش هسيبك يعني مش هسيبك اظن انا مؤاخذه عملت اللي عليا فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى اتفضل المجله اهي شكرا اللي انت بتعمليه ده ايه بتعمل لمؤاخذه اللي اتفقنا عليه انا خلصتكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي وانتوا تدوني المجله وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني بعت حلمك يا نيلي ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف طب كويس يلا بقى نروح نستحمى انا اسفه قوي يا سيف انا اللي ورطتكم في كل ده اسفه ليكوا كلكم اسفه ده يا عسل انا كاعه دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي انا عايز فلوسي اتنيل هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه طب انت صباح انا ما غلطتش فيكي خلاص يا خالتي هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزمه على البرتوش وانت كمان يا صباح انا اسفه قوي بهدلتك معايا جدا لا يا حبيبتي اسفه على ايه ده انا انبسطت جوه قوي قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش طيب انا هلحق بقى قبل ميني في الخنك لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زماري غدا عبد الرازق مش ناقصين مشاكل اشوفكوا بعدين ايه ده انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان حليناها يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت شكرا على كل حال يلا ضحي يلا ايه يلا مين يلا ضحي لا ابو الدهب ايه انا لازم اروح البيت اكل لقمه استحمى انضف اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتك واعرفك ازاي انا ضحي عربك ازاي لما تغير وتنضف انا بعرفك من ريحتك يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه يا ابو الدهب ايه انا الحشرات الزاحفه بتاكل في عمي خليها خليها تاكلك يلا طلعت في لحمي يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى انا حاسس ان انا بقيت منتي لا احنا لسه عندنا مشوار مشوار ايه تاني لازم نروح عند عم بندق وهنعمل ايه عند عم بندق يلا بس نروح وانا افهمكوا هناك يلا تسعين جنيه بجول بورسعيد 7.5 جنيه انت بتعمل ايه بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعيتها معاكم عشان اخد حقي 7.5 جنيه كبده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس 25 جنيه كافتيريا بورسعيد على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي بجد ايوه ابن النصابه حاسبني وحاسبك تقلقش هتاخد حقك 50 جنيه كافتيريا البورسعيد ايه تاني 20 جنيه جيلي كولا لماما ميمي يبقى كده 571 جنيه انا عايز منكم 571 جنيه 571 جنيه ايه يا معفن ده انا غرقك فلوس والنبي تنيل انت حالتك حاجه يا ماما بس بس انا مش عايز كلام انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السائل دوت انا عايز اروح استحمى عشان ندور على الفلوس يا سيف فلوس ما الفلوس ما المجله مع عم دهب لا عم دهب اخد مجلة مش المجلة احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجة انا هفهمك احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هنديلك المجلة وقلنا لأم سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم أم سماح مين؟ أم سماح دي خطيرة عاملة زي الفيري كوين عندها كل حاجة كأنك قاعد في كارفور بالظبط
لان قلت لها عايزه فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحناها هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينه، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه؟ هو احنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، وير اولموست دان. وبعدين بقول لك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكلة بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجلة، مش العدد الاخير عامة. طب ازاي يا جماعة الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوباية شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجاباتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه. يا سلام. ايوه طبعا، ده العدد الاخير. تلاقي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكي لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟ ما فيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص؟ الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعة؟ أيوة طبعا موجود في المطبعة. وحضرتك تعرف المطبعة دي فين أصلا؟ أيوة طبعا عارف المطبعة فين. أوكي يلا بينا. يلا ثانية واحدة يا جماعة. عم بندق، أنت متأكد أنك تعرف مكان المطبعة فين أكيد؟ أيوة طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجة تانية؟ أبراج نايل سيتي. يا أختي يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله، انتوا قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم. شو مش هو ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب، وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه. الله، مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط، جدك الله يرحمه كان تمام يعمل مسودة كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي، موجودة في المرسم. ايه 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 مالكم؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ مالكم ما سألتوش عن المسودة على طول؟ انتوا سألتوا عن المجلة؟ وانا قلت المجله اللي في المطبخ. لو قلت على المسوده كنت قلت المسوده فين. اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفته المسوده دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا، هو ايوه 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 من داري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 لا. هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله.
عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوة طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصه حلوه قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصه دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصه طويله حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقول لك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقول لي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني. يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير. وصلوا للعبه. جيميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبه كبيره زي اللعبه الصغيره دي للتلاته، واداها لهم مكافاه عشان حبهم لبعض. خلصت الحدوته. اتفضل اتفضل بقى ورينا فين الزفته المسوده دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا هو ايوه من داري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقول لك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقول لي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده.
قام جه ميكي راح واخد اللعبة دي ومخبيها وراح راسم خريطة وعمل لغز ليحل اللغز يوصل للعبة. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد آخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبة. جي ميكي راح واخد اللعبة دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض متكاتفين متحبين مترابطين، عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، وادها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدوتة. حلو قوي، حدوتة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي، يمكن اهي. لا هو في الساعة مبندول. ايه الساعة مبندول دي؟ ايه ده؟ مفيش أي حاجة هنا جوه. ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعها وسعها. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش. في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يو انت هتقعد تقرا، انا اتخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش. طمن. لا طمن طمن. هاني. ايوه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب ايا كان اللي جوه، واضح ان هو حاجة صغيرة. بص يا جماعة، لو ما كانش اتليست حتة الموزة قد كده يبقى احنا اتخرب بيتنا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ هات الهبل ده. استنى كده رجعها يعني. يا جماعة في حاجة جوه. حاجة جوه ايه دي؟ حصالة. هو جدكم كان شال الكنز وهو في تالتة ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هاني عشان نبقى بوزيتيف بس. ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه اصغر من اللي انا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننه كتير كده من اتوره يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان الاتوره اللي هتحصل. يا رب. في حاجه. ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على الأربعة يبقى 570، ويبقى أنا كده خدت حق يا جماعة، ويبقى فاضل لي جنيه وأنا مسامح فيه. يعني إحنا قاعدين ندور على كنز عشان في الأخير لا مؤاخذة يطلع جنيه ذهب. أه ما أكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب استنوا يا جماعة، استنوا يا جماعة، أكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات أكيد أقل من الحاجات اللي إحنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجة يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره، انت كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمه العيله. جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. أنا مش زعلانة خلاص يا جماعة عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس أنا مبسوطة عشان مشينا الرحلة دي مع بعض، وكمان أنا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشية ازاي، ومبسوطة أكتر إن أنا عرفتكم. ممكن أقولكوا حاجة بس متزعلوش؟ أنا بجد عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أنا ينفع أسلم عليكم أصلا، بس دلوقتي أنا ما أقدرش أعيش من غيركم. أنا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعاً هتخرجي بابا من السجن. لأ
عشان اجيب النيو كولكشن الصيفي، لان انا لابسه لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبه لي حاجه مهينه جدا، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا لا انا اتغيرت الاول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى اجيب لبس. انا كمان يا جماعه اتغيرت، ولازم يا هاني اجيب الكولكشن، لاني خلاص من بعد ما دقت النظافه مش هينفع البس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ ايوه صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا تغيرت. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي يا حلال عليك. يعني جدكو ده يعني الراجل الميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ زعلوش مني يا جماعه. ييكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. عم بندق، ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي، انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك، جدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي، وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده كده زي ما اكون بتعمله بمبار، واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر كتاب الله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده. ايه مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب، وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالوني على الالغاز. الالغاز بتسالوا الالغاز ولا ما سالتونيش على الفلوس ده؟ صح صح صح. ايه يا جماعه في حاجه جوه؟ جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا هاني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرجوا نشوف في ايه. ماشي بس بقول لكم ايه، سيبوا مين؟ انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره، سيبوني انا وسيف نفتحه ده بقى. ماشي تعالى بس كده. افتح ايه؟ مش هعمل حاجه، هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه. ادي السكوش يا شوشو. حرام عليكم، حرام عليكم. اسمعوا فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت متاكد ان احنا ماشيين صح ابو الدهب بيه؟ عيب هلا، انت مع ابو الدهب اللي ما تفوتوش فوته. اصبر على حقي. لكن اخده من بوق السبع. ايه القصه؟ بتقول ان الكنز في قريه اسمها بيبيتو خواريز في صحراء المكسيك. ما كفايه خواريز بقى ابو الدهب بيه. اخلص. ايوه يعني قدامنا قد ايه؟ هانت كلها يومين بكتير. يا نهار اسود، يومين؟ طب هات شويه ميه من اللي معاك. انا مش لسه بديك ميه من 7 ساعات. ايوه خلص، هات شويه ميه بس قبل السفايف. اخلص امشي. ها ها، ده حمار مكسيكي يا غبي، هيفهمك تقول له ها. امال اقول له ايه؟ قول له خا خا. خا حاضر. خا خا، خدني يا رب.
السلام عليكم. وعليكم. هاي، ازي حضرتك؟ كويسه. فاكراني انا الشيف صاحب سيف؟ صح. ايوه صح. مش انت اللي كنت تتدرب في الجراج؟ ايوه، كنت قاعد في الكافيه. ممكن تفتكري دي كمان؟ ايوه صح. أيوة صح صح. وني مش طاقي. ايوه صح. انا ونمي. صح. اي ريمبر. ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامل ايه؟ فكرت منك طلب. شور، اتفضل. ممكن نرقص على البتاع ده وحات امك، وحات امك نرقص انا وانت وحات امك. شريف، ام سوري، انا مش عايزه ارقص خالص النهارده خالص. ليه؟ طب انا هحكي لي حاجه سريعه جدا. انا دلوقتي عمري ما عرفت ولا واحده. لو كنت اعرف حد كنت جبت معايا الفرح ده، كنا انبسطت معاه. بس انا ما اعرفش حد خالص، ما عنديش اي علاقات. انا مره كنت اخش في علاقه، ها، والبوليس جه، وبعدين كان في جثه بتاعت خليل كوميدي، وحاجه مصيبه. انا غلبان والله العظيم، انا عايز ارقص معايا واحده عشان خاطري والنبي. خلاص خلاص خلاص، حرام. خلاص اوكي، هرقص معاك بس رقصه واحده بس. موافقه واحده امك؟ ايوه يلا يلا اوكي. جاست وان، جاست تن، براحتك. طب يلا ماشي. عايز ترقصي ايه بقى؟ يلا تعالى. عادي زيهم، سلو دانسينج عادي. مش عايزه رقص معانا يعني؟ ممكن ارقص معاكي مايكل بريك دانس. ايه مايكل؟ ايه رقصة مايكل دي؟ معرفهاش. مايكل جاكسون. مايكل ليه؟ ايه ممكن اعمل لك دي؟ ها، وممكن اعمل لفه بقى اللي هي ايه، والسحبه، عارفه اللي هي ام ساحب كده، سحبه. ماي جاد، فقريه والله. كنت هلففها على الستيج ده. يلا بينا. لا يلا بينا. ايه نرقص سنو زيهم؟ لا السنو ده حرام يا بنت. انا جوزك. لا يا ابني حرام، دول خواجات، لكن السنو ده حرام. وخالتي انحرفت بترقص سنو مع جوزها، حرام. سيبك انت من الكلام ده. مبسوطه قوي ان احنا اتجوزنا يا دبدوب. الخطوبه كانت طويله وممله. انت بقى الايام دي، الايام اللي جايه كلها دلع. عامل لك مفاجاه، انما ايه، حاجز لك سويت كبير بحمام في فندق ساجل على المريطيه. الله، بس انا كان نفسي في حاجه يعني على البحر. يا بنت ما سويت على المريطيه عدل. ايه ده ترعبيو؟ امال نخلص بقى الهانيمون، تروح شقتك الجديدة، حاجة 75 متر في برج المدينة اللي على البيني. إنما إيه، تشوفي منه الهرم الأكبر، بس لازم تقفي بشباك المطبخ وتشبي قوي يعني، أو تجيبي حاجة وتقفي عليها. الله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. أنا مبسوطة قوي إنك هتسكنني في البيني، ده أنا كان كل حلمي أوضة وصالة بس في تعابيش. ولسه بقى في مفاجأة أكبر. إيه بقى؟ قدام عربية بجو 504 5 راكب، موديل 78، إنما إيه، حديدة، تخش بيها في الحيطة، الحيطة ما يحصلهاش حاجة. طب وليه المصاريف دي يا هاني؟ حرام كده هنفرتك الفلوس. ده تبذير وبذخ على فكره. بذخ ايه يا بنتي؟ دي لقطه ب 16,000 بس. طب ومالها المكنه بتاعتك؟ ما هي مقضيانه اهي وما اشتكتش. على راي المثل، خد بالتل يا اختل. عندك حق يا شوشه، بس احنا لازم نفكر في المشروع برضه عشان الفلوس اللي معانا ما تتفرتكش. صح. انا بفكر نجيب كتاكيت. الكتاكيت تكبر تبقى فراخ، الفراخ تبيض، نبيع البيض، نشتري كتاكيت، الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. ما تعرفيش البيض مربح قد ايه؟ ده مشروع رائع، والكتاكيت كمان مربحه. مظبوط. عسل. يلا بقى ناخد لفه. لا مش هينفع، خلاص يلا ارقص كده. ارقص السلو اهو، ده السلو المحترم. يلا. وحشتيني قوي يا صباح. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا سعد دل. حبيبتي. بقول لك ايه يا سعد دل؟ اتفضلي. انا اصلي حبيتك قوي قوي. انا كمان. ونفسي اقولك على شويه حاجات كده حصلت لي في الماضي. قول. هم حاجات بسيطه لا تذكر يعني. 12 قضيه بس. ما تقوليش، انا شفتهم فلاش باك قدامي كده. اصل انا كمان الحقيقه حصلت لي شويه حاجات في السجن، تعرفت على ناس اصدقاء، حصلت لي شويه حاجات. بس انا قلت لنفسي طالما ان بابليك ونو فيلينج دي بس وات. بس الحقيقه كان وحوش. بس اوكي اوكي، ما تقولش. ما انا مجربه السجن وليالي وعارفه اللي بيجرى فيه. واسال مجرب ولا تسالش طبيب. نيلي، انا فرحان قوي، مش مصدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه، ونص وشي الشمال منمل، وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت، ايه ده؟ مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه، وان كوين ان از باك. وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا، بيتي انا هو بيتنا. لا معلش، نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده. انا بحب المودرن. تاني يا نيلي؟ تاني رجعت للعجرفه دي تاني؟
سوري حبيبي، انا اعيش معك في اي داهيه. انا بعرف اظبطك ازاي. شريف يا شو، يلا يا مامي يا مصلاي. ايه ده، انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعه؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصوره. يلا اوكي. العفو. شريهان تعالي معايا بليز، عايزه قاعده للدرس. ماشي، انا رايحه التواليت. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحس لي مخ. يلا يا بت يلا. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسف في الاستخبص، بص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاك. طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شريهين خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش أوكي شريهين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. نزل نغمات للجرس. استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما، هو هنلعب يا جماعه؟ اكيد البوليس قفش دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت، البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخده الاسم يطلع عين اللي جابوه هنا. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لكم ايه، تعالوا نشوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي يا ابو الدهب بيه. لا 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 لا، ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده، ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. الحقوا ده، بيكهربوه بيضحك، روحه حلو قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه يا جماعه، دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يا غزي يا غزي يا غزي، بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. خلاص هعترف هعترف. ما كمل اول وتريح نفسك، قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف؟ دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي، قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ايوه، معروفه دي،
ماما ماما وده فيلا ابو الخير جدي ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطة اهو على 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 السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حكايه الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي، يعني متعه بصراحه متعه. احكي احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعة، في يوم قمري جميل كده الشمس كانت متعمدة على وش رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. أيوة والله العظيم كده. هو فجأة رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. وفين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل. هوب هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي، فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب، ايه خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى الداري. حصل ايه؟ جلفدان هانم بقى بعد القرن ما طش هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده هم اللي لحقوها. هوب وهم بيشيلوها كده الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينة، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. روحوا شايلينه فاتحين اوضه حطوها في الاوضه على سرير، بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما اعظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسيل. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قالك قبل كده يا أبو الدهب دي، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فوق وخلي. يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله طب ما انت عرفت الأوضة المسحورة فين؟ ما تروح انت. فين حتة الأوضة المسحورة؟ الله ما انت عارف هي فيلا أبو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغاية ما اخد الفلوس. لا مش رايح. مش رايح؟ أيوه. شغل السلم. طب يلا نمشي من هنا لحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجلة. ايوه ناخد المجلة ازاي يعني؟ خش عن نضربهم وناخد المجلة. خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده علي انا، تعالوا ورايا بسرعة. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخم؟ لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول اشمعنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني ممكن نبدل ما بعد عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا مش خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل ما في حد هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن. يلا 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 قدامي. حاضر بس واحدة واحدة عليا رجلها بتوجعني. لا خليني قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه؟ ولا أنتوا البيت. إيه ده؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ مش قلت أي حد يطلع نضربه. بس مش عم بنداري. عم بنداري صار عم بنداري. خير الله. خير الله خير الله. مين؟ انا همشي انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله ما فيش حد اسمه خير الله عموما. حاول حاول العيش من الدم العيش من الدم. ايه ده صاحي انت؟ لسه صاحي يا ضاحي؟ اه لسه صاحي. مين اللي علمك مسكه النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم توتو النبوت. اه مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه عند ربنا دي. انتقمت انتقمت.
عامل اللي فيها رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفو عليك. هيا سيف، فهمت حاجة؟ ولا أي حاجة. طب هي القصة بتقول إيه؟ القصة بتقول إن دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي، أم ميكي قفشه وحبسه في الأوضة السحرية وقال له هتفق معك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الأوضة السحرية، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني إيه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمة. ميكي كسب دونجول وحبس دونجول؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدرة. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس ياض انت وهو عم بندق. نعم. فهمت حاجة من القصة دي؟ والله العظيم ثلاثة ما أنا فاهم أي حاجة. يعني أنا كل اللي أنا فاهمه إن أنا عارف البيت وعارف الأوضة المسحورة وعارف كمان حكاية لعبة الشطرنج دي. جدي الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض، يقول لك العسكري الابيض ينفع في لون الاسود. اه والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي، وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا، تعالوا يلا اتفضلوا. يلا يلا. ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندق؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكم ايه بس؟ اسلمكم ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكو كان هنا. تقعد تقولي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم ثلاثة بيت جدكو كان هنا. ازاي بس يا عم بندق؟ ده اسم. ايوه، قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحة مش بيت جدكو، ده كان بيت جد جدكو، وبعد كده كان فيه وقف، الحكومة بقى رفعت قضية، كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهولة يطلع لمؤاخذة اسم. لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا، شوفي سخرية القدر. طب معلش يا عم بندق، الأوضة السحرية اللي موجودة في المجلة أنهي أوضة؟ ايوه، اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بير السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعس لكم بقى الموضوع ده. يقعد هتتحبس يا. السلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه، خد انت عايز انت تشرب سيجاره مثلا، خد اتفضل. ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجة. حاجة ايه؟ دلوقتي الاسم ده فيه سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى فيه اوضة، الاوضة دي بتاعت ايه؟ وبتسأل ليه؟ لا اصلا انا كنت بدور على حاجة جار جديد، وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحة. تحت استظرف خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجارة تانية ايه؟ لا الصراحة انا كان ليه مصلحة في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضو انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنة وما فتحش شباك ده. بان عليه خفيف. لا يا عم بنهزر معاك، خد سيجارة تالتة ايه. طب الاوضة بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبة وابقى اجيلك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعة ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضة اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضة ايه؟ ايه؟ اوضة الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، ده كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين، والتستر على مجرم كده اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما الراجل الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اختشوا، انا بيات عندي؟ لا، انا قلت لا. اذا عوزتوا اي حاجه بقى ابقى كلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق، خلاص؟ مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه ثانيه، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نغرف في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيت ده عليا، انا عندي مكان محندق كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. اللقطه اللي بتتكلم بيها دي، شوف شوف شبك يا. Thank you.
ردش ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني يا ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته. انا جوع تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز؟ اه حظ ذكر. معلش بقى يا ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا. هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين يالا؟ على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب، مفيش مشكله تقف قصادي. لازم احلها. ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه. احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكرتي. بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي. حرام. جريني. حرامي. ما تمشي معايا. حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي. تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا لا لا، ده بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان؟ جريني. خد اسحبه. ابو ده بيت. انا هخش. استنى فين السندوتشات؟ اهي اسحبه يا شويش. اسحبه ايه؟ بلاش الحجز. ابو ده بيت. ابو ده بيت، ما تسيبنيش يا ابو ده بيت. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا. حرامي. المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني يا اهلي. مش عارف انط عالي قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا، جسمي كله متخشب. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. بس يا ابني بس في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده بدل ما تشكروه. هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ فارين ده مكان جميل. ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز. انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. ها يا جماعه قولوا لي بقى، تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حته قريبه بليز، عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا. يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادره اجري. انا مهلك. اهلا بالعيد. مرحب بالعيد. هي هي هي. على فكره المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده، وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي هتقوم تاكلنا؟ قذر المكان ده يا سيف، انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده ايوه، كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفه حلوه كده. النتفه ده طبعا حيوان موجود في المحميه اللي احنا فيها دي. حيوان؟ النتفه ده بس من فصيله الثدييات. فهمت. ايوه، اجيب بقى حيوان النتفه ده هنا ونبات بالثلاث ايام، نقعد في البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركه دهيت وانت بتعمل لها كده. بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ايه رايك في المكان؟ تحبي نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شويه؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي، انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد، احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العاديه. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعه هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا، يدخلونا الحجز، ندور براحتنا. شيريهان حبيبتي، ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص، مش هينفع اهزقه. انت حمار ياض، عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره، احنا نخش القسم نطلع بطايق. شيريهان حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض هنتصاحب، مش هينفع اهزقه. انت حلوف ياض. طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل القسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم؟ انت حماره يا شريهان؟ ستوبد. هم هيلبسوا ظباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات؟ يا ريت.
اوطان وممرضات. ما تلم نفسك يا قاضي انت، مالك مبيع كده ليه؟ ممرضات؟ طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش القسم على اساس ان هو ظابط، يا اما من لجنه حقوق الانسان. ده متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه القسم. لا ام سوري، هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف، حلو. ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا موبايلي انسي، انا ابيعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل، امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايه بس حرام عليكم يعني، ده موبايلي. طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي، خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص، ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرشر وكده. طب يا جماعة احنا ازاي هنبيت في وسط الضفدعات دي؟ نبيت في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟